انتهت منذ ساعات حرب الغاز في الشرق الاوسط، وانتصرت مصر انتصارا ساحقا وحاسما بالنقاط والضربة القاضية. سقط مشروع العثمانيين الجدد في شرق المتوسط، ونال رجب طيب أردوغان هزيمة نهائية أمام الدولة المصرية. حسم المارد المصري الصراع باعتراف دولي صريح من قلب القاهرة. رئيسة الاتحاد الأوروبي حضرت إلى القاهرة من أجل توقيع معاهدة فريدة من نوعها تمثل وثيقة انتصار مصر على المشروع التركي الإسرائيلي المزعوم. أوروبا سوف تستورد الغاز المصري وغاز المتوسط الذي يجرى إسالته في المحطات المصرية، وبعد ذلك يتم تصديره إلى أوروبا عبر مصر كبديل عن الغاز الروسي. فما هي ردة فعل القيصر الروسي على تلك المعاهدة؟ وهل هناك دور لتركيا في معادلة الغاز بين مصر وأوروبا؟ وما هو سر الفيتو الأمريكي على هذا المشروع؟ ولماذا رفض الاتحاد الأوروبي هذا الفيتو؟ وأخيراً، كيف تنظر إسرائيل لهذا المشهد المصري الأوروبي؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. حضرت رئيسة الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة، وذلك من أجل توقيع اتفاقية شاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز من مصر إلى القارة الأوروبية. الاتفاقية لا تتضمن الغاز المصري فحسب، ولكن أيضاً منتجات محطات تسييل الغاز المصرية في إدكو ودمياط، حيث من المقرر أن يتم توريد الغاز الخام من الأردن وقبرص وإسرائيل إلى مصر من أجل تسييله ثم تصديره عبر الخطوط المصرية. تحصل مصر على نسبة من الأرباح لأنها تصدر غاز تلك الدول عبر قنواتها، وأيضا تحصل على مقابل مادي نظير تسييل الغاز، وذلك بالإضافة إلى عائد تصدير الغاز المصري، صاحبة الحصة الأكبر من اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط حتى اليوم هي مصر. أوروبا قررت تجاهل المطالب الأمريكية بالتريث وعدم توقيع هذه الاتفاقية، نظراً لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد إسدال ستار من الجليد حول العلاقات بين مصر والغرب. أوروبا بتستورد 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وتضررت بشدة من العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. فتجاهل زعمائها الفيتو الأمريكي بعد أن أصبح النقص في سلاسل الإمداد والتجارة والطعام والنفط والغاز يهدد حكومات أوروبا بالسقوط أمام اضطرابات شعبية. وكانت أمريكا تسعى لصناعة محور تركي إسرائيلي بديلاً عن مصر في ملف تصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا. ولكن مصر كانت أكثر جاهزية، سواء باحتياطي الغاز واكتشافاته الثرية على السواحل المصرية، أو بمحطات تسييل الغاز، أو الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي، لأنه إسرائيل عاجزة عن مد أنبوب الغاز أمام سواحل سوريا ولبنان، وتركيا عاجزة عن مد أنبوب الغاز أمام اليونان وقبرص، وهكذا. فإن مصر صاحبة العلاقات الدبلوماسية القوية مع الجميع قد ربحت هذا السباق، سباق الدبلوماسية، سباق التنمية والاكتشافات، سباق امتلاك محطات الإسالة، سباق امتلاك أنبوب غاز آمن من جنوب إلى شمال المتوسط. دي القراءة الفورية للحدث، ولكن لما نحلل المعاهدة المرتقبة لازم نفهم إنه الموضوع بدأ من ثورة 30 يونيو 2013، ولما فرضنا كلمتنا على تركيا بمحور شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، ولما أثبتنا جديتنا في الملف ده بتأسيس منتدى غاز المتوسط مع إيطاليا وفرنسا والأردن وفلسطين وإسرائيل، ولما تجاوزنا فخ نصبه البعض حينما تساءل البعض هل تقبل القاهرة بالتعاون مع إسرائيل واستيعابها في هذا الملف، وكان البديل إن تركيا بعلاقتها الصهيونية مع إسرائيل منذ الخمسينيات كانت جاهزة لتصبح البديل، وبالتالي كان التعاون مع إسرائيل في الملف ده والقبول بالغاز الإسرائيلي في محطات الإسالة المصرية الغرض منه مش الترويج للغاز الإسرائيلي، ولكن قطع الطريق أمام تركيا حتى لا تستولى على هذا المشروع وتفوز تركيا بسباق الطاقة في البحر المتوسط.
الاستقرار الداخلي في مصر كان عامل مهم جدا. الغرب عمره ما هيشتري طاقة من دولة فيها اضطرابات أو إرهاب أو نظام سياسي يترنح أو عنده مشاكل على الحدود مع ليبيا أو السودان، لأن كل المشاكل اللي من النوع ده ممكن تهدد إمدادات الطاقة لأوروبا بعد ما تعتمد عليها. وبالتالي كان لازم مصر ترسم الخط الأحمر في سرت الجفرة أمام الإرهاب عشان ننقذ ليبيا من هذا الفخ، وعشان الغاز الليبي في المستقبل يبقى له دور في هذه المعادلة بعيداً عن الإرهاب وطموحات قطر وتركيا في السيطرة على الثروات الليبية. وعشان مصر توصل للمعاهدة التاريخية دي مع أوروبا كان لازم يبقى ليها علاقات حسنة مع كافة الدول الأوروبية. وعشان كده كانت جولات الرئيس السيسي مع شرق المتوسط وأوروبا الشرقية وتجمع في شجراد أو أوروبا الوسطى. وعشان نوصل للمعاهدة غير المسبوقة دي كان لازم يبقى عندنا خطط لتصدير الغاز والكهرباء لأوروبا عبر غرب البلقان وصولا إلى مصانع الثورة الصناعية الرابعة في شمال ألمانيا عاصمة الصناعة الغربية. عشان نوصل للمعاهدة دي لازم يبقى عندنا جيش قوي قادر على حماية منصات الغاز المصرية في شرق المتوسط، فكان لازم يبقى عندنا حامل الطائرات في المتوسط، وكان لازم يبقى عندنا أسطول شمالي شرس مكون من قطيع من الأسود والذئاب على شكل فرقاطات وغواصات عملاقة متطورة. علشان نفوز بالمعاهدة دي كان لازم نلعب جيم إقليمي مع تركيا ونهزمها عشان نقضي على المنافس التركي للمشروع. الجيم ما كانش في شرق المتوسط فقط، ولكن كان في دول الجوار التركي. تم تطويق تركيا بعلاقات مصرية قوية ليس مع قبرص واليونان فحسب، بل مع كافة دول الجوار التركي من أول بولندا وصربيا وصولا إلى مقدونيا ورومانيا. ما كانش ينفع تعمل المعاهدة دي وانت ظهيرك الإفريقي في مشاكل، كان لازم مصر ترجع زعيمة للقارة الإفريقية من تاني، وده اللي حصل في السنة اللي مصر ترأست فيها الاتحاد الإفريقي وتأسيسها مشروع السوق المشتركة الإفريقية. ما كانش ينفع تطلع بالمعاهدة دي وانت عندك هجرة غير شرعية بين سواحل مصر وأوروبا، وكان القضاء على هذه الهجرة هو مفتاح تحول شامل في الرأي العام الأوروبي لصالح مصر. ما كانش ينفع تبقى مؤهل للمعاهدة دي وانت عندك بنية تحتية غير لائقة أو عمالة غير مدربة لتأهيل قطاع الغاز والنفط في عموم مصر وليس محطات الإسالة فقط. إذن هذه المعاهدة ليست نتيجة ثروة طبيعية تمتلكها مصر فحسب، ولكنها الجائزة الكبرى لحسم الصراع العربي التركي في شرق المتوسط وليبيا، المكافأة على هزيمة الإرهاب وصناعة الاستقرار وعودة الأمن والأمان، شهادة بأن الإدارة المصرية ناجحة ومستقرة، اعتراف بأن التسليح المصري قادر على حماية مصالح مصر الاقتصادية، صق بالورقة والقلم من إسرائيل بأن مصر ليها السيادة على ثروات الطاقة في شرق المتوسط، إقرار أوروبي بأن مصر زيرو مشاكل إقليميا في ليبيا والسودان وفي إفريقيا ومنابع النيل. هذه المعاهدة هي أكبر انتصار للقاهرة في حرب الألف عام بين مصر وأوروبا وأمريكا. اليوم تعتمد أوروبا ومصانعها بالكامل على الغاز المصري القادم من مصر. مصر اليوم هي قطب دولي عالمي وليس إقليمي في صناعة الغاز بكل ما تحمله الكلمة من معاني. حفظ الله مصر وأعلى من شأنها وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.